السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير دي اكسين من مدينة قبالة في أذربيجان. احنا اليوم السبت 6 ابريل 2019، ضمن رحلة تدريب دي اكسين الترفيهية التدريبية المجانية. كان لي شرف اللقاء مع سيدة بدأت من فترة قصيرة وقصتها صارت على كل لسان، قادة دي اكسين العرب الكبار، الأستاذة أم حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وصباح الخير دي اكسين. صباح الخير دي اكسين، صباح الهمة والنشاط إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ضمن سلسلة دي اكسين غيرت حياتي أنا، الحمد لله بفضل الله أنني لقيتك علشان أقري معك اللقاء ويشوفوا، لأنه أمس كنا مع الأستاذ محمود المصري مع كثير من القادة وذكروا قصتك ويتمنوا يلاقوك إن شاء الله. أنت بكرة حتكوني على المسرح في، فالأسئلة المعتادة لسلسلة دي اكسين غيرت حياتي، متى تعرفتي على دي اكسين سيدة أم حسام؟ تعرفت على دي اكسين من سناب الأبلاين حقي الأستاذة أم عمر. أم عمر إيه ما شاء الله. قبل كم؟ قبل سنة بالضبط. سنة بالضبط من الآن؟ أيوة، وأنا أتابع حبيبتي أم عمر من 6 سنوات. من 6 سنوات تتابعيها؟ من حبي فيها وثقتي فيها، ثقت في الشركة اللي طرحت علينا يعني. نعم، من أول يوم ولا قعدتي؟ من أول يوم. من أول يوم. حبها حب شديد. نعم. إن شاء الله. نعم. طيب يا سيدتي، أنت وين عايشة بالضبط؟ أنا مغربية متزوجة سعودي وعايشة بالرياض. عايشة بالرياض، أهلا سيدتي. طيب خلال سنة من الآن، خلال سنة وين وصلتي، أي رتبة في الحمد ديكسين؟ لله أنا خلال 20 يوم من انضمامي للشركة وصلت نجم عميل. وكيل نجم ما شاء الله. أيوة. في 20 يوم. أيوة في 20 يوم. وأول علاوة لي كانت 580 ريال. 580 ريال سعودي. أيوة. أول علاوة. أيوة. أول شيك وصلها في أول شهر في أول 20 يوم وصلت وكيل نجم، وصلت إلى 520 ريال. أيوة الحمد لله. والنجم الماسي وصلتها في 2 شهر و20 يوم بالضبط، وكانت علاوتي 20 ألف. أسرع ماسية عربية ها في 2 شهر، أسرع ماسية عربية السيدة أم حسام من المغرب العربي، مقيمة في الرياض ومتزوجة من الأستاذ أبو خالد. أعلى شيك استلم الحين أي رتبة؟ الحين أنا في 11 شهر الحمد لله قدرت أوصل بجهود فريقي الرائع صراحة. نعم. اللي ما أنسى فضلهم. تحية لهم. أيوة. وصلت الحمد لله رتبة تي دي وعلاوتي 36 تي دي. أيوة تي دي. نجمة ماسية ثلاثية في سنة، كمان هي أسرع ماسية ثلاثية في الوطن العربي. إن شاء الله يكون هذه الأخبار ما في حد. أنا أظن إحنا ما سمعنا قصة زي كذا، وأكيد كلكم اللي تشاهدون ما سمعتوا قصة. هي مسألة شارك، استهلك أول شيء، شارك وابني فريق. وابني فريق. يعني الواحد ما يتكلم حتى فعلا يكون هو مستهلك. نعم. أنا ذكرت كان جامعة 3000 أول شيء، يعني كان تحويش للبيت كذا من مصروف ومن هذه، وكان حطها على جنب. ويوم جاتني الفكرة طلعتها كلها، أخذتها منتجات. ما شاء الله. وكان أجرب ويشهد علي الله، ما أدعو لمنتج حتى أجربه على نفسي وعلى عيالي. نعم. والحمد لله هو توفيق من الله. لكن الاستهلاك يعني ما يتكلم الواحد حتى يكون هو فعلا مستهلك للمنتج. لأنه الدعوة وإنت مستهلك غير الدعوة وإنت سامع عن المنتج. نعم. يعني يوم الواحد يتكلم بصدق يوصل صدق قلوب الناس. الحمد لله. فالاستهلاك الاستهلاك. طيب أول شيء كان 520 ريال، ممكن نعرف أعلى شيء استلمتيه؟ هو اللي شهري. أيوة هو 36 ألف. 36 ألف ريال سعودي بدون هذه الرتبة. ترى تي دي توها جديدة، باقي ما أخذت علاوة عليها. العلاوة بعد 3 أيام إن شاء الله. بإذن الله بشركم بالخير بإذن الله إن شاء الله. راح بعد يومين أسألك قديش شيكك هذا؟ راح أقول ليش؟ إن شاء الله أشارككم. إن شاء الله. أما بنعمة ربك فحدث. وإحنا أخذنا حب الخير والتدريب، وإن شاء الله من قائداتي الثلاث اللي هم أم عمر وأم مريع وأم معاد، ملهمتنا كلنا إن شاء الله. طيب. لهم الفضل يعني بعد الله. لهم الفضل، لهم الفضل بعد الله. تدريب كبير ومتابعة قوية ومساندة وكل شيء الحمد لله، واحتواء الفريق. كل الناس اللي حيشاهدوا الفيديو هذا وحيتغير حياتهم بسبب تحفيزك هذا حيدعوا لك بالخير. الله يسعدهم ان شاء الله والله يوفقهم. حتتركي اثر ان شاء الله. احب اضيف شيء بس ان ام حسام ما شاء الله يعني تابع فريقها من يوم تصحى من النوم حتى المتابعه ودعمهم وتشجيعهم وتحفيزهم. كم وصل فريق عدد فريقك؟ الحمد لله 4600 شخص. 4600 شخص. 4600 في ناس عندهم من 30 ألف. وعندي 8 ماسيات وعندي 13 ياقوتية ما شاء الله، وعندي 200 نجمة الحمد لله. إن شاء الله. وهذا النجاح كله حققته في 11 شهر. في 11 شهر إن شاء الله. ما دام كنت أسرع ماسية وأسرع تي دي،
ان شاء الله تكوني اول سفيره. اطمح للسفير ان شاء الله بعد قائداتي بعد عشان ما يزعلون علي لاني احبهم. مسموح تسمح هو مسموح مسموح على فكره في السعوديه، لكن ما شاء الله هم اللي خلوا لنا هذا، يكون عندنا هذا الطموح وهذه العزيمه بفضل تشجيعهم. اول رحله لي، اول رحله لي، وجمعت 600,000 نقطه خلال هذه السنه الحمد لله. يعني خلاص رحلة دبي والهند مضمونة إن شاء الله وتذكرتين. أهلت للهند. للهند خلاص أخذت التأهل 168,000 نقطة خلاص. أيوة صارت متأهلة. أيوة يعني الرحلة القادمة دبي إن شاء الله باقي لي النص. عندي 400 ما دام عندك 8 عندي 400 باقي لي النص إن شاء الله. باقي لي النص يعني خلال شهرين إن شاء الله هتكملي ما شاء الله تبارك الله. رسالتك لكل الأعضاء ورسالتك لكل القادة. اصبروا على البدايات، اصبروا على البدايات، اصبروا على العثرات، واصبروا على المحبطين، واصبروا على كل شيء، لأنه اللي ما يصبر ما راح ينال. لازم الصبر في الأول، الصبر والاستمرار. إيه لازم الصبر ولازم الاستمرار ولازم استهلاك المنتجات. استهلاك المنتجات. أيوة. والواحد يتعلم 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 وبعدين يتكلم. يتعلم. أيوة. ويظل يتعلم. أيوة ويظل يتعلم. لأنه هذا مشروع كبير. أيوة وما يوقف. ما يوقف. لازم الواحد يستمر. نشر الخير هذا هو اللي بيرد الخير. انت نشرت الخير لناس وغيرتي حياه ناس فتغيرت حياتك. الحمد لله. ما تحسي كذا؟ الحمد لله. كلما غيروا حياه ناس راح تتغير حياه الناس هذول وحياتك كمان. الحمد لله. انت رسوله خير وكانت منك رساله، تركتي اثر وحيظل الاثر هذا طول العمر. تحيه كبيره لك وتحيه كبيره لكل قادتنا في المغرب. ما شاء الله قريب الافتتاح ان شاء الله سمعنا. ان شاء الله. تحيه لك. اكون اول سفيره في المغرب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. تحيه لك، تحيه للسيد ابو خالد، ونشوفكم ان شاء الله في رحله، اذا الله اعطانا العمر نشوفكم في رحله دبي والهند. جزاكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. جزاكم الله خير. شكرا لكم. الله يوفقكم. السلام عليكم.